السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي نحاولوا نديمونطريو او نلقاو واحد لا تكنيك باش نلقاو لانتيغرال ديال واحد الفونكسيون اف اللي كتكتب لي على هذا الشكل هذا، يعني ان سور واحد البولينوم دو دوغري 2، يعني واحد على شكل واحد ليكواسيون دو ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. دابا ملي كيعطيك المهم لانتيغرال ديال هذه الفونكسيون هذه هي الداله الاصليه ديال هذه الداله هذه، ياك وشنو هي الداله اللي ليها المشتقه تعطيني هذه، وهي صعيب ما يمكنش ندير لا تغيير المتغير، ما يمكنش ندير المكامله باجزاء، ما يمكنش لي ندير الحساب المباشر. وهداك الشيء علاش ارتئينا اننا نلقاو واحد لا تكنيك باش نجاوبوا على هاد النوع ديال لي فونكسيون. مفهوم؟ دونك اشنو كنديروا الا عطاونا فونكسيون على هاد الشكل هذا؟ كنمشي كناخذ هاد الفون الداله اللي تحت اللي هي ايكواسيون، ياك كنمشي نحسب الديسكريمينون يعني المميز. مفهوم؟ ناخذ هاد نوضعو او هذيك ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي، ياك ونمشي نحدد ديسكريمينون دلتا كيساوي لي هو بي كاري موان 4 ا سي. ياك الشباب، الحالات ديال هاد الدلتا هادي كيف ما كنعرفو هاد الشيء راه ديال السانكيام الشباب، ياك الا كان سوبيريور ا زيرو دونك عنده دو سوليسيون او جذرين اكس 1 و اكس 2، ياك كان ايغال ا زيرو عنده واحد الاكس حل الوحيد. مفهوم؟ في حالة الا كان دلتا اكبر من زيرو. نشوفو الحالة الاولى، يعني كاين حلين اكس 1 و اكس 2، ياك اكس 1 كنعرفوه يعني كنشافو المهم كنعرفو لا فورميل ديالو، و اكس 2 كنعرفو لا فورميل ديالو. يعني ملي كنلقاو هاد الحلين هادو هاد لا فونكسيون ديال ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي اش كتساوي ليا؟ كنفاكتوريزي الشباب، ياك باش كنفاكتوريزي كتولي ا فاكتور اكس موان اكس 1 فوا اكس موان اكس 2، ياك الشباب هكا كنفاكتوريزيها. هادشي راه ديال السانكيام ديال حلول المعادلات من الدرجة الثانية. مفهوم الشباب؟ دونك هاو في الجذر او في المقام حولتو للمجموع، ياك او محولتو للجداء، ياك. دونك هاد اف هادي اش غادي تساوي ليا؟ دونك اف دو اكس اللي كتساوي ليا 1 سيغ ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي غتساوي ليا هادشي اللي تحت نعوضو داكشي اللي كيساوي. مفهوم؟ يعني غتساوي ليا 1 سيغ ا فاكتور اكس موان اكس 1 فوا اكس موان اكس 2، ياك الشباب. دونك باش نلقى دونك شنو هي لا تكنيك، يعني شنو خصني ندير انا اصلا؟ خصني نعرف راسي فين غادي، خصني نحول هذا الجداء للمجموع، يعني خصني نوضع على واحد الشكل ديال الفا سيغ اكس موان اكس 1 بلس واحد بيتا سيغ اكس موان اكس 2. مفهوم؟ بحيث ا يكون مضروب جداء هنا ولا هنا، ما عندناش مشكل في داك ا. مفهوم؟ حيتاش غير سكالير هو، ما عندنا فيه حتى شي مشكل. مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما قلنا لا ميثود هو نخرج واحد الفونكسيون على هذا الشكل هذا، يعني اف نرد على هذا الشكل. هذه غنسميها واحد اف ولا في، نسميها في دو اكس كتساوي لي هذا الاعجاب هذا. مفهوم؟ وشنو هو الهدف؟ هو ايجاد الفا وبيتا. مفهوم؟ باش نلقى هاد الفا وهاد بيتا خصني نتبع هاد المراحل هادو. مفهوم؟ اشنو كندير؟ كنحاول نضرب في اكس موا اكس 1. مفهوم؟ دونك حيتاش هادي راه كنعرف واش كتساوي لينا، عندي هاد في هاد اف هادي راه كتساوي هاد العجبة، هادي راه كتساوي هادي، نسميوها نيت هادي اف. علاش غنبدل كاع سميتها اف؟ حيتاش هادي كتساوي لي هادي، حيت ملي غندير انا توحيد المقام غنضرب هادي في هادي وهادي في هادي، خصني نلقاها بانها كتساوي لي ديريكتومون اللي هي اف. اشنو كندير الشباب؟ كندير اكس موا اكس 1. فاش كنضربها؟ كنضربها في هاد اف هادي، ياك اف الاولى هاد الاولى هادي في اف دو اكس، ياك. ملي غادي نضربها في اكس موا اكس 1 غتختز ليا اكس موا اكس 1 مع ديك اكس موا اكس 1، غيتختزو ليا غيتبقى ليا 1 سيغ اكس موا اكس 2، ياك. ومن هنا وفي هاد لابارتي هادي ملي كنضربها في اكس
فو كان فاكت كنضرب في اكس موا اكس 1 غتمشي لي اكس موا اكس موا اكس موا زان اكس موا اكس 1 غتبقى لي الفا الفوق بلوس بيتا فهاد العجب ومضروبه فواحد العجب وكندير الليميت الليميت عندما يكون اكس الى اكس 1 مفهوم مفهوم الشباب او كنمشي نحسب الصوره ديال اكس كان اكس عندما كيساوي لي اكس 1 مفهوم غتساوي لي ديريكتومون غادي نلقى الفا مفهوم ياك الشباب دونك اذا ضربت اكس فوا اكس ضربت في اف اكس موان اكس 1 ضربتها في هاد اف هادي اش غتساوي لي غادي تختزل لي اكس مع اكس موان اكس 1 غتختزل لي غتبقى لي 1 سيغ ا فوا اكس موان اكس 2 ياك الشباب هادي الاولى ونفس نفس لا فونكسيون هذه الى ضربتها في اكس موان اكس 1 نفس لا فونكسيون نيت نفسها هذه غير غنعاودها ضربت في اكس موان اكس 1 غتختزل ليا غتختزل الاولى غتبقى ليا الفا موان بيتا فوا اكس موان اكس 1 ياك حيت درت النشر ملي كتنشر يعني كتنشر على كل شيء فوا اكس موان اكس 2 ياك الشباب دونك هاد الاولى كتساوي لي هاد الثانيه ياك هادي اف اف هذا جدا كيتساواو دونك هادي كتساوي لي هادي ومنه ان سيغ ا فوا اكس موا اكس 2 كيساوي لي الفا موا بيتا فوا اكس موا اكس 1 سيغ اكس موا اكس 2 ياك الشباب مفهوم دونك الفا يمكن لي نلقاها حيتاش مجهولين هما نظام بحال اكس و ايكغيك مجهولين اكس يمكن لي نجبدهم انطلاقا من هاد من هاد هاد دو كوتي يعني الا درت الليميت حيتاش عندي في القاعده اني خص ندير الليميت عندما يؤول اكس الى اكس 1 دونك في حاله الا درت الليميت عندما يؤول اكس الى اكس 1 ديال اش ديال العجب هذا ديال 1 سيغ ا فوا اكس موا اكس 2 كتساوي الليميت نفسها عندما يؤول اكس الى اكس 1 ديال اش ديال الفا بلس بيتا فوا اكس موا اكس 1 سيغ x moins x2 ياك الشباب دونك فين ما بانت لي اكس نعوضها ب اكس 1 هادشي شنو كيعني ليا هادي فين هي اكس ها هي يعني تبقى ليا 1 سيغ ا فاكتور اكس 1 موان اكس 2 ياك عوض اكس ب اكس 1 كتساوي ليا الفا معنيه غتبقى بوحدها بلوس ليميت عندما يميل اكس الى اكس 1 فين ما بانت لي اكس نعوضها ب اكس 1 يعني عندي هنا واحد اكس ناقص اكس انا نعوضها باكس 1 تولي اكس 1 موان اكس 1 غتمشي ليا لزيرو مفهوم ومنه واحد الاجابه غتساوي ليا زيرو دونك الفا غتعطيني كتساوي ليا يعني الفا لقيتها مفهوم ويلا لقيت الفا نجي نحسب بيتا وباش نحسب بيتا صعيب حتى هي خصني ندير ليها الديرونجمون حتى هي الديكور ديالها مفهوم قلنا في الحاله الاولى كندير باش نجبد الفا كندير هذه كتساوي ليا الفا ياك باش نلقى الفا وباش نلقى بيتا دونك لايجاد بيتا دونك الفا يعني لقيت شحال كتساوي باش نحسب بيتا يعني كندير ليميت عندما يؤول اكس الى اش حيت عندي بيتا خصني نحاول نتخلص من هادشي اللي في المقام كيف ما درت في الفا تخلصت على اكس تخلصت من اكس موا اكس 1 باش نتخلص منها كنضرب فيها مفهوم كنضرب فيها كتولي ليا داكشي وكندير ليميت عندما يؤول اكس الى اكس موا زائد اش بيتا غتولي مضروبه في واحد الجداء اللي هو نفسه ونتخلص منها دونك الى بغيت بيتا غادي نضرب في اكس موا اكس 2 ياك ملي غنضرب فيها غتختزل ليا وغتبقى ليا الالفا مضروبه في اكس موا اكس 2 باش نتخلص منها حتى هي غادي نوضع اكس كيقول ليا الاكس 2 غادي نديرو تما غنديرو واحد المثال وغادي نفهمو شويه مزيان حيت هاد الطريقه هادي زوينه يعني صراحه باش تحاول تلقى اي شكل مفهوم حيت كيعطيو بعض المرات لي زانتيغرال على هاد الشكل هذا وكتديرونجا يعني وهكا كيسهل عليك الحساب هي فيها الخدمه ولكن ملي كيكثر الواحد كيكثر لي زيكزيرسيس كي كتجي بسيطه وكتطلق لي يدي مفهوم عندما يؤول اكس الى اكس 2 ديال اش كنضرب كيف ما قلنا في اكس موا اكس 2 يعني المقام ديال بيتا وبغينا نعرفوا الفا درنا في المقام ديال الفا كنضربوا في اف 2 اكس ياك وكتساوي ديريكتومون كنلقى الفا مفهوم كنلقى الفا يعني ماشي غير تساوي ليا الفا غير غادي هذيك لا ميثود غادي نلقى بها بيتا وغنلقى الفا دونك كيف ما قلنا لا فونكسيون اي درت في اكس موا اكس دو درتها في اف اش هتعطيني ها هي اف ياك
ضربت في اكس موا اكس 2، ضربت في اكس موا اكس 2 في هذا الكوتي، غنضربها في هذا الكوتي. الا ضربتها في هذه الجهه هذه غتختزل ليا، هاد اكس موا اكس 2 غتختزل ليا مع الفوقانيه، غتبقى ليا غير 1 سيغ ا فاكتور اكس موا اكس 1، مفهوم؟ هي 1 سيغ ا فاكتور اكس موا اكس 1، مفهوم الشباب؟ و هادي نعتبروها هي الاولى، والثانيه x moins x2 fois f de x. و f de x اللي بغيت انا اللي هي دلاله الفا ولا بيتا، الا ضربت في x moins x2 غتختزل ليا x moins x2، تبقى ليا بيتا بوحدها و الفا جودا x moins x2، مفهوم؟ يعني تبقى ليا كتساوي ليا هي الفا fois x moins x2 sur x moins x1 plus بيتا، مفهوم؟ دونك انطلاقا من هاد ال1 و2 يمكن ليا نلقى ان هاد لابارتي كتساوي ليا هاد لابارتي، مفهوم؟ يعني هي 1 سيغ أ فوا إكس موا إكس 1 كتساوي ليا ألفا فوا إكس موا إكس 2 سيغ إكس موا إكس 1 بلس بيتا، ياك الشباب؟ دونك أنا لقيت واحد ليكاليتي، يعني يمكن ليا دابا ندخل لا ليميت، مفهوم؟ يعني دابا ندخل لا ليميت عندما يؤول إكس إلى إكس 2، وندخل هنا لا ليميت عندما يؤول إكس إلى إكس 2، ياك؟ أشنو كتعني لا ليميت؟ يعني فيما ما بان ليا إكس نعوضو بالقيمة ديالو، مفهوم؟ الى عوضت هنا ب x2 غتولي ليا 1 سيغ a فوا x2 موان x1، مفهوم ياك؟ غتولي ليا 1 سيغ a فوا x2 فيما بان ليا x نعوضها ب x2 موان x1، غتساوي ليا الى عوضت هنا x ب x2، مفهوم؟ غتختزل يعني x2 موان x2 سي زيرو، يعني غيمشي ليا هاد العجل زيرو، مفهوم؟ غتبقى ليا ديريكتومون اللي هي بيتا، مفهوم؟ هاني دابا لقيت الفا وهاني لقيت بيتا، مفهوم؟ دابا هاد الطريقه هادي كتسهل عليا الحساب باش نلقى لانتيكال، يعني لقيت الفا ولقيت بيتا يكفي لي دابا نعوض، لقيت الفا ولقيت بيتا يعني نعوضهم هنا، نعوض الفا بالقيمه ديالها وبيتا بالقيمه ديالها وصافي، نجي ديريكت نعوض اف، هاد اف هادي نديرها كتساوي ديريكتومون هي الفا سيغ هذاك العجب بالقيمه ديالها سيغ هذا العجب هذا، بيتا بالقيمه ديالو سيغ هذا العجب هذا، ونحسب لانتيكال، ولانتيكال ديال الصوم دو دو فونكسيون هو لانتيكال ديال الفونكسيون الاولى زائد لانتيكال ديال الفونكسيون الثانيه، مفهوم الشباب؟ دونك هذا هو الطريقه، يعني نشوفوا دابا واحد المثال نحاول نسكيو به هذا الشيء اللي شفنا، ياك الشباب؟ ناخذ فونكسيون يعني نضع اف دو اكس كتساوي ليا تقريبا بون نديرها هي اكس كاري بلس 2 اكس موان 3 كمثال، قال لي سيدي احسب لانتيغرال ديال اف دو اكس، ياك الشباب؟ دي اكس ما بين، المهم لي بور ما عنديش فيهم مشكل. دونك كيف ما قلنا كناخد هذه واحد الداله، حنا نضع او كتساوي ليا اكس كاري مو بلس 2 اكس موان 3، ياك؟ كنمشي نحسب المميز دلتا اش غيساوي ليا بي او سي 2 اللي هو 4 ناقص 4 فوا ا سي، ا كيساوي ليا 1 و سي كيساوي ليا موان 3، يعني 4 فوا 3 يعني 12، يعني بلس 12 كيساوي اكزاكتومون اللي هو 6، 6 سوبيريور ا 0، يعني عندها حلين اكس 1 و اكس 2، يعني اكس 1 اش غيساوي ليا هو موان بي موان راسين دو دلتا سيغ 2 فوا ا، ا كيساوي ليا 1، دونك نحسبها موان بي هي موان 2 موان راسين دو 6 سي 4 سيغ 2 اش غيساوي ليا موان 6 سيغ 3 او موان 6 سيغ 2 سي موان 3، ياك الشباب؟ هذا هو اكس 1. x2 اش غيساوي ليا حسب القاعده موان b بلس راسين دو دلتا سيغ 2 فوا ا، اش غيساوي ليا موان b سي 2 يعني موان 2 بلس راسين دو سي سي 4 سيغ 2 فوا ا يعني 2 فوا 1 سي 2 ايتيكال 4 موان 2 سي 2 2 سيغ 2 ايتيكال 1، مفهوم؟ دونك x1 كيساوي ليا موان 3 و x2 كيساوي ليا 1، دونك e اللي كتكتب ليا على هذا الشكل اللي هي x كاري بلس 2x موان 3 غتكتب ليا نفاكتوريزي x1 x2 كيف ما كنعرفو حسب القاعده كتساوي ليا x موان x1 فوا x موان x2، هادشي باش كنفاكتوريزي بجذرين فوا واحد ديك a، مفهوم؟ a عندي هنايا كتساوي واحد، يعني غتساوي ليا ديريكتومون نفتح القوس x موان x1 هي موان 3 موان موان يعني بلوس 3 فاكتور x موان x2 اللي هي 1، مفهوم الشباب؟ دونك هاني لقيت ان اف دو اكس اللي كتساوي ليا 1 سيغ اكس كاري بلس 2 اكس موان 3
كتساوي فاكتوري، جعلتها جعلت المقام على شكل جدا، يعني x plus 3 فوا x موان زان، ياك الشباب. دونك الى توصلت لهذه الحاله هذه كندير الفونكسيون، يعني كنمشي نقلب على الفا وبيتا، بحيث اف دو اكس كيساوي ليا ندير الفا سور الاول اللي هو اكس بلس 3 بلس او موان، ماشي مشكل، حنا بيتا سور اكس موان زان، ياك الشباب. دونك الهدف هو انني نلقى الفا ونلقى بيتا باش نحول هذا الجداء للمجموع، مفهوم؟ ايجاد الفا، باش نلقاو الفا اشنو كندير؟ كندير ليميت، يعني خصني نتخلص من هذا الشيء في المقام ديال الفا، يعني كنضرب في اكس بلس 3 في اف، يعني هاد اف وفي هاد اف، مفهوم؟ حيتاش اف كتساوي لها اف، يعني هادي كتساوي لها العجب هذا. دونك كنضرب في ليميت عندما يؤول اكس الى اش، الى اكس 1، يعني اللي هو 3، مفهوم؟ يعني عندي هنا موان موان موان، يعني خصني ندير موان 3 باش نحاول نتخلص منها، يعني ندير سكا موان 3، مفهوم؟ إلا اشنو درنا في القاعدة؟ اكس موان اكس 1، كندير ليميت عندما يؤول اكس إلى اكس 1، حيتاش إلا عوضت بإكس 1 غيتختزلو ليا. نفترض عندي كنت عندي اكس بلس اكس 1، يعني غندير ليميت عندما يؤول اكس إلى موان اكس 1، مفهوم؟ موان اكس 1 باش نعوض اكس بإكس بموان اكس 1 تختزل ليا. هادشي اللي درت انا هنا في هاد التروا هادي، مفهوم؟ دونك كتولي ليا عندما يؤول اكس الى موان 3 ديال اش؟ ديال اكس بلس 3 نضربها في اف فوا اف دو اكس، مفهوم؟ هاد اف سوا هادي سوا هادي غادي نلقى من هاد ديليكتومون اللي هو الفا، مفهوم؟ دونك كنمشي نضرب في اكس بلس 3 نضربها في اف، اش غتساوي ليا هاد اف الاولى هادي؟ الا درتها في اكس بلس 3، ضربت في اكس بلس 3 الفوق غتختزل ليا مع اكس بلس 3، غتبقى ليا ديريكتومون اللي هي 1 سور اكس موان زان، ياك هادي هي الاولى. الثانيه الا درت في اكس بلس 3 غتساوي ليا الفا ديريكتومون، غتختزل لي اكس بلس 3 مع اكس بلس 3 الفوق، وتبقى ليا بلس بيتا فوا اكس بلس 3 سور اكس موان زان، مفهوم؟ دونك من 1 و 2 هاد العباره كتساوي ليا هاد العباره، يعني ومنه ان 1 سيغ اكس موان زان غتساوي لي ديريكتومون اللي هي الفا بلس بيتا سيغ او فوا اكس بلس 3 سيغ اكس موان زان، ياك الشباب. المرحلة الثانية هو كنمشي نحسب الليميت، يعني فيما بانت لي اكس نعوضها بموان 3، مفهوم؟ بلا ما نكتبها، دونك امبليك ندير ليميت هي دابا اكس عندما يؤول اكس الى موان 3، يعني فيما بدا اكس نعوضه بموان 3، ها هو اكس هنا ياك عوضتو بموان 3، غتولي لي ا موان 3 موان زان سي موان 4، يعني 1 سور موان 4، الموان غتولي لي هي موان 1 سور 4، ياك كتساوي الفا اللي هي علاش كنقلب، ها هي الفا بلس بيتا فوا هاد العجب هذا، الا عوضت اكس بموان 3 غتساوي لي 0، دونك غيمشي هاد العجب 0، دونك الفا هاني لقيتها. دونك الفا الحد الاول او هاد الفا الاول لقيتو انه كيساوي ليا موان 1 سور 4، ياك الشباب. دوزو دابا نقلبو على بيتا، حساب بيتا، مفهوم؟ مفهوم الشباب، ياك دابا لحد الساعة هادشي واضح، يعني بسيط ماشي شي حاجة، واخا هو فيه شوية الخدمة ولكن ماشي مشكل، يعني كيف ما قلنا كنمشي نضرب في المقام ديال بيتا، ها هو خصني نمشي نضرب انا في المقام ديال بيتا، ياك شنو هو المقام ديال بيتا؟ هو اكس موان زان، نضربو في اف، في اف الاولى كيف ما قلنا كنديرو ليميت عندما يؤول اكس الى، كانت عندي موان اكس 1 كندير تونفيغ اكس 1 يعني اللي هو 1، مفهوم؟ كيعطيني ديريكتومون اللي هو بيتا، ياك الشباب. اشنو غادي ندير؟ هل الاولى نضرب في اكس موان زان نضربها في اف، اف الاولى اش غتعطيني؟ الا ضربت في الاولى اكس موان زان غتختزل لي مع اكس موان زان، غتبقى لي 1 سور اكس بلس 3، تولي 1 سور اكس بلس 3، ياك الشباب. هذه هي الاولى، ندوزو للثانيه، الا ضربت في اكس موان زان في اف غتبقى لي الفا فوا اكس موان زان سور
x plus 3, ياك بلس بيتا فوا اكس موان 1 سور اكس موان 1 غتختزل، دونك غتبقى لي ديريكتومون اللي هي بيتا، مفهوم؟ دونك من واحد و دو هاد العبارة كتساوي ليا هادي نفس لي زيتاب، ياك ومنه 1 سور 3 1 سور اكس بلس 3 كتساوي الفا فوا اكس موان 1 سور اكس بلس 3 بلس واحد بيتا اللي هي هادي، مفهوم؟ دونك إلا درت الليميت عندما يؤول x إلى 1، يعني فيما بلي x نعوض بلو 1، مفهوم؟ أشنو غيعطيني؟ غيعطيني 1 بلس 1 سور 1 بلس 3 سي 1 بلس 4، 1 سور 4 ياك، يعني هي 1 سور 4 ياك الشباب، كتساوي عوض x ب 1، تولي 1 موان 1 سي 0، يعني غيمشي ليها العجب 0، ياك كتبقى ليا ديريكتومون اللي هي بيتا. ومنه بيتا لقيناها انها كتساوي 1 سور 4، مفهوم؟ دونك هي لقيت الفا وبيتا، الا لقيتهم شي نعوضهم ديك الاكسبريسيون الاولى ديال الفونكسيون اف اللي هي، مفهوم؟ نجي نعوض انا اف، نعوض بالفا بالقيم ديالهم الفا وبيتا، مفهوم الشباب؟ دونك ومنه اف دو اكس كتساوي اللي هي الفا اللي كتساوي موان 1 سور 4، يعني ندير موان 1 سور 4 فوا x بلس 3، ياك هي x بلس 3 x بلس 3 بلس بيتا اللي كيساوي ليا 1 سور 4، نعوضو هي 1 سور 4 فوا x موان 1، ياك الشباب x موان 1، مفهوم؟ وحنا شنو هو الهدف؟ هو نلقى لانتيغرال، ياك. دونك هذه هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه صافي، يعني لقيت داك العلب، يعني لانتيغرال ديال اف دو اكس اللي كي دي اكس كيساوي لانتيغرال ديال داك العجب، يعني 1 سور اكس كاري بلس 2 اكس موان 3 دي اكس. هذه ما يبقاش نلقاها، ولكن انا بسطتها للمجموع ديال الدالتين، غتساوي لانتيغرال ديال موان 1 سور 4 اكس بلس 3 دي اكس، أو نديرها بلس 1 سور 4 فوا إكس موان 1 دي إكس، مفهوم؟ هادشي كامل المجموع اللي غادي تساوي ديريكتومون لانتيغرال ديال موان 1 سور 4 فوا إكس بلس 3 دي إكس بلس لانتيغرال ديال 1 سور 4 فوا إكس موان 1 دي إكس، ياك الشباب. دونك لانتيغرال ديال هاد الأولى راه معروف ليه هو الألين، ولانتيغرال ديال التانية حتى هو الألين، مفهوم؟ انا غيساوي لي ديريكتومون هاد موان 1 سور 4 تخرج ليا على برا، مفهوم؟ ها هي موان 1 سور 4 حيتاش فاكتور نخرجوه على برا ديال لانتيغرال ديال 1 سور اكس بلس 3. وعلى فكره الشباب، اي داله عطاك انتيغرال ديال اي عدد 1 سور واحد ا اكس بلس بي دي اكس، هادي راه لانتيغرال ديالها كيساوي هو الالان ديال اش ديال ا اكس بلس بي، مفهوم؟ يعني ملي غندير الالين الاشتقاق ديالها تعطيني هي 1 سور اكس بلس بي، ولكن هذه اكس ا اكس بلس بي درتها على المشتقة جات لي واحد ا، يعني ا خص كل يلفو، وانا ما عنديش ا هنا، يعني خص نقسم على ا، مفهوم؟ هذه الشباب خصكم حاولوا تحفظوها ياك الشباب، ما تنساوهاش، يعني هذه تساوي لي لانتيغرال او تساوي لي الين، لانتيغرال ديال هذا هو الالين، الفاكتور كيخرج لي على برا، هنا ما عندي حتى شي فاكتور فوا ديال اكس، ياك؟ يعني غيولي 1 سور 4 ln ديال x بلس 3 ديال لي بورن، نحسن لي بورن اللي عطاوني نعوضهم، بلس 1 سور 4 عاود، سوا دخلتها سوا خرجتها ما عنديش فيها مشكل، ديال ln ديال اش ديال x موان 1، مفهوم؟ صافي دابا هاني لقيت لانتيغرال، مفهوم الشباب؟ نتمنى ان هادشي يكون واضح شويه. المهم اللوكال الاخرى، يعني عندما يكون دلتا كيساوي ليا زيرو راه كيكون عندك واحد الجذر، مفهوم؟ وكنعرف واحد الجذر كيتساوي على، المهم، واذا كانت في حاله الا كانت انفيريور ا زيرو راه كنلعبوا في الاعداد العقاديه، والاعداد العقاديه يعني كنلعبوا بإي، كيكون عندها حلين حتى هي، يعني كنمشيو داك الشيء بسيط صراحه، يعني خديت هاد لا ميثود هادي باش نحاولوا ندير تمارين بخصوص هاد العجب هذا، باش نحاولوا نافونسيو الشباب، ياك، باش نحاولوا نفهموا مزيان لي زانتيغرال، حيتاش هذا غير دي الكالكول دي زانتيغرال، مازال ما دخلنا لمجموعة التعريف والاشتقاق
كاين ما يتقال في هاد لي زانتيكال، يعني هاد الدرس هذا درس كبير وكبير بزاف. نمشيو ايطاب باغ ايطاب ونحاولوا نفهموه، واي حاجه درناها ما نساوهاش ونخدموا عليها باش نفهموها مزيان. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى هاد لا ميثود تكون مفهومه. خدوا تمارين، حاولوا جاوبوا عليهم، شي حاجه ما واضحاش ليكم يمكن ليكم تخليوها لي في التعليق. المهم انا غادي نحاول ندير شي تمارين بخصوص هاد الاعجاب هذا. وهذا الشيء اللي كاين يا شباب، وخليتكم على خير، والسلام عليكم.